انا متصدر ورايح نهاية آسيا وما عنده اي مشكله، بس هم بكايه مستانسين. اكبر همهم فوز على الهلال. هذا هو غير الملعب حديد تمرار المركز السادس. شوف والله شوف الملعب ذا كل ما نجي نقدم فيه نفسي. المركز السادس للهلال ولا بطوله؟ تعال خليك متصدر لين المشكله. احنا السادس فايزين عليهم صح، لازلنا متصدرين الدوري وما فات شيء، لسه بدري. واهم شيء انا عندي اسيا الدوري، والله ما ابغى آسيا. جيب لي آسيا أجلس 10 سنوات ما عاد أبغى الدوري ولا عاد أفكر في الدوري. صراحة راس فان هذا بدأ ينكشف أمام فرق. إذا بدأت تهاجم عليه اللي هي السد وش اسمه نادي النصر. إحنا نقول يا راس فان الله يرحم والديك، إحنا ما نبل البطولة هذه، الدوري الله اللي يرده. والله فريق أدى يعني أداء روح مرجلة والله في الملعب صراحة. أهنيهم كلهم على راسهم رابط وحمد الله. والله أداهم سيء صراحة، أداهم ما يستاهلون التأهل والله. وشيء الحمد لله فزنا اليوم، حققنا أهم شيء 3 نقاط. صح كانت مباراة صعبة، مسيطرين الشوط الأول، بس نهاية الشوط الأول الهلال رجع والحمد لله رجعنا وحققنا اللي فيه 3 نقاط بملعبهم بحديقة مرابط. يا رب لك الحمد. أول شيء أنا ضيعت الملعب، دورت في جوجل لقيت مكتوب حديقة مرابط، بالفعل اليوم شفناها حديقة مرابط. اثنين، إن شاء الله الآسيوية لهم، بس حنا هنا اليوم، حنا عيال اليوم، بكرة عند الله. سلام عليكم. حديقة مرابط، حديقة مرابط. دقيقة. نحييكم من حديقة مرابط. والله الهلال ما تعود على البطولات العالمية، كل ما راح العالمية خسر. ثالث نهائي على نهائي آسيا. كم ترتيبك في الدوري؟ أنا الترتيب إيش جالدك اليوم؟ كم ترتيب جالدك اليوم؟ لعبتنا ما قصر، الله يعطيهم العافية. أولاً إذا انهزموا في مباراة وزعلوا في مباراة راح يعوضونا بالأكثر إن شاء الله.